لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون أيهجم القوم على بنت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى أتضرب النار بباب دارها وآية النور على منارها إلى أن قال ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار ومن نبوع الدم من ضلعيها يعرف عظم ما جرى عليها ومن سواد متنها اسود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى بعد إجازتكم أكمل الأبيات وجاوزوا الحد بلطم الخدي شلمت يد الطغيان والتعدي ورض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج سيدي يا صاحب الأمر أنت المعزى وإن كسر الضلع ليس ينجبي إلا بصمصام عزيز مقتدي ماتت وما ماتت مكارمها السنية ماتت وبين ضلوعها آثار ضرب الأصبحية يقول الإمام أمير المؤمنين ماتت فاطمة وإن في عضدها لمثل الدبلج من أثر السياط قام أمير المؤمنين جعل يغسل الزهراء روحي فداها غسلها كفنها حملوا جنازتها إلى أن أوصلوها إلى القبر الله العالم أين وراها التفت الإمام لأبي ذر قال يا أبا ذر أعني على حمل فاطمة أمير المؤمنين قال عباب خيبر انهار صل على محمد وآله اللهم صل على البضعة الطاهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 يا من اسمه دواء وذكره شفاء صل على محمد وآل محمد وألبس اللهم مرضانا ثوب الصحة والعافية.